مرحبا، كيفكم؟ جاتلكم بفيديو جديد بأيديا جديدة داخل لعبة ملكة الموضة النسخة العربية من هوليوود ستوري. إذا أنت جداد لا تنسوا تعملوا سبسكرايب، اضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو. ولساتنا مع عيد الأضحى، لسه العيد ما كمل عندي في اليوتيوب. المهم فيديو اليوم حيكون عن قصة عيد الأضحى، بس مش أي قصة، القصة اللي حتكون باللهجة الجزائرية. طبعا ممكن تسألوني كيف رح نفهم الكلام، الكلام حيكون مترجم. وأول شي خلينا نشوف لبسة اليوم. هذه كانت من المكافآت الاستثنائية بقيمها 9 من 10. شوفوا تقييم الصحفيين، ولا تنسوا انتو كمان تقيموها تحت بالكومنت. وكمان أهم شي دائما بفعلوا أي فيديو بطاقات الموضة من عجد، روحوا خذوها يوميا من عجد بليز، لأنه مرة مهمة. وناخد أول اتصال. سالي شوفي راني مستحقاتك، دقيقة نهضر معاك. باينة بلي واه، بصح ما كان والو. نو ما كان والو، بصح عندي واحد الجوج بزاف شباب. شيلا شوفي يا اختي، انا نتلاقاو في مانهاتن وخبرك بصفحت. داكوغ انا جاية. طبعا من الان نروح لمانهاتن نتكلم مع عروب. I'm so excited، بتمنى انه حبيتوا اول بارت من الفيديو. سلام، تعرفي يجي تبون الخوف بين سباغل اخبار شابة اللي بتقولي هي راني بزاف متحمسة. عليك مازال ما امنش، اقسم لك بالله لا مازال ما امنش. تعرفي ديك السيدة غادة؟ ما تعرفيها غادة؟ شكون ما يعرفهاش؟ افضل منظمة لعروض الموضة معروفة. اوي دونك هي غادي تدير عرض ازياء عالمي، غادي يشاركوا فيه بزاف تاع المصممين، من بينهم فادي. فادي اللي نعرفوه نتعرفو كاع نعرفوه. دونك هي خبرتني بلي عطاتني فرصة بنصممها فستان وتحطها في مجموعتها الجديدة اللي غتلقى هذا الأسبوع. ما نأمنش هذا خبر بزاف شباب. دونك انتيا غتصممي في أحد عروض غادة، هذا حاجة شباب بزاف، وأنا حنكون أول زبون بعينة. أنا الأولى، أنا كليون تاعك الأولى. راكي الحين عندك صح، بصح لازم نعطيها كحشي عندي وغادي نبدا بالعمل على الفور. دروك نبدا عطيك نعاونك. ما كنت باغي ندير لك دي بروبليم ولا هكا نزعجك بالطلب تاعي، بصح باينه كالعاده انا نسحق المساعده تاعك. ما تقولش كيما حنا ديزامي وانا خوالات. خاصك دريس من الدونتيل، خاصك اون غوب تاع دونتيل. دونتيل هذاك تاعنا اللي نعرفو تاع مالف. واه هذاك لاخش غادة، خاطر اللي فاتت دات ازياء مصنوعة من الدونتيل، وانا نبي ندير نفس القماش. بصح قماش سموه قماش دونتيل الفرنسي، كتبي اسمه بلاك تنسيب فريمون راني مسحقات. دونتيل دونتيل شوية ما يعرفش دونتيل فرنسي. انت فاكرة هذه حاجة فريمون سهلة بما نتفكرها زعما. صحيتي طبعا قلت لي احضر على مقص، فحنروح لعند سيلين ونحضر على المقص. بدي اعطيها واحد جوهره، ما بعطيها 5 جواهر. اوكي كمل المهمه وناخذ اتصال. صاي عين وشوفي رافاي ما مستحقاتك. واه شكينا شوفي عروب عندها بدي واحد الفستان بديل ديزاين تاع غاده. داكوغ او مون ديو، هذه حاجه شابه بزاف. وبصراحة خاصة هاد الصوالح راني مسحقاتك بالتعاون نسيبو ملا بتفيت باينة بلي هادي. بصح شو تسحق هي؟ شوفي خاصها قماش سموه دونتيل فرنسي، هداك دونتيل اللي تعرفيه، ولازمها باه دير في مجلة التصوير وكاع غير تاع مجلة هذا الشهر. المهم كي عارفة باينة بلي منسيتش داك الفستان شباب بزاف. صاي انا غنجيبلك القماش منخميش فيه بزاف. دونك عندنا مهمة أخرى، أثر على الأزرار، فاعطيهم 5 جواهر مكفي. وشوفي رغد عندي أخبار سيئة على بالي. علاش كاين؟ ما صاش القومي طونتي كان مزربا في كاع بلاصة ما صداش، حوس عليه في كاع بلايص ما كاش. قالو كمل سمحيلي كاع المحلات كاع بلايص عيط كاع لي نعرف ما كاش طونتي. اوف كاع باعو كاع ما كاش، دي حاجه ماهيش ما تخدش على راسي. المهم صحيتي انا مامو غادي نروح عند سيلين نقولها هي اللي تك تعاوني. صايي من سيلين ما نزيدش، الا ما صدقش سيلين عارفي بلي ما كاينش انها مهمه. او سالي سيلين خاصني حاجه منك. واش خاصك؟ خاصني قماش فرنسي تاع الدانتي الفرنسي، عندك شي منه؟ لا والله ما عندك. يو ما عنديش كاع صهرة ولد عمي، معليش نخدم بأي قومة وشو صايليجا ما كاش. راكي شي عروب
اول شيء بندير مهم ما ضيعش وقت بزاف راح نخدم في السفر الوقت اللي بقى صعب هاي سيرين ما عنديش وما زعما هذا مشي حاجه ما دخلتش راسي حاجه مشي اوكي زعما كلشي يكملوا في نهار واحد كاع جميع المصممين يشرو طونتي اللي خاصها نوت حاسه واحد الدعم على بالكم ما دخلتش راسي والله مهم لكن انا نديركم في صفي عرب لغا تجيب لنا فستان شبال اعطاني مهمه اخرى اللي هي تغيير الملابس ونروح لبيته بغير الملابس ويعرب الديزاين تاعك كان فريمون شابه كنت لو ميور من بيئتهم تيا لو ميور شباب الف خطره من الديزاين تاع اي واحد او صحيح انتي شوفي راني فريمون في قمه السعاده شو صح رايك دوك نخرجوا نتحوسوا ايدي شابه مهمة أخرى التقي بعروف في مانهاتن طبعا إذا بدكم أي بلد عربي آخر اكتبوا لي بالكومنت وعيد أضحى مبارك عرب راني بزاف فرحانة لك وانتي اكيد كتميل للشاكي باغية نهار بعد نهار واكثر واكثر نتي كاني زعما فرحانة بزاف ميرسي زعما مشيتي والله تسرى وهذا زعما خبر كبير غادي نقول لك فساتين كاع درتهم كاع شراهم عليا وانتي وحصلت على زبونة الاولى وهذه حاجة شابة بزاف شكون دي زبونة والله ما على بالي المهم تدرت مع المتجر فادي وقالوا كلي زبونة ثانية بزاف انا ترى مخت او باينه غادي تشوف غادي كاع الناس تهبل تقولوا خاصنا هادي وغادي كاع الناس يجي عند متجر فادي اللي حاجه باينه وفادي بالحديد انا فادي راهو جاي منا شوفوا راي تاع الفستان تاعك مرحبا فادي ماكش تبان مليح كاش ما صاري كيرا كيرا غادي عروب اختي هادو هو شكين فادي تيتي في كونفرنس بعدا خرجتي لي خاطر عاود وخبرتني راه بزاف عليك بصح ما قلتيش اش كاين شوفي هذا الفيديو واحد شتم متجر تاع الفستان تاعي وما عجبهش وكان فيه رقم شنو قبل كي حاجه ولا راك الناس كانت تحكي عليه بسبب انتي وهذا الايدي تاعك تكلفني بزاف دراهم وخساره بزاف وخاطرت بسمعتي ماني ما جينيش بلي هذا الصراحة نهار تفهمت كيف الفستان تاعي تهز قلما حرمي بك داغ ولا فرح قالي عروب راحت مسكينة ما كملتلاش كاع الفرحة تاعها حنا وين بدات تخدم دابا على روحها كيف كيما هكا عروب زعما مشهورة وتسير فستان ممزق في مجال فادي فهمت انا هادي على بالك كي حاجة ماكش عاجبتني رحتو عندك الشخص اللي نعرفه ابي سقسي كنتي طالي عايش هنايا ما تخوش كاع الدار فما ما عندكش دار غادي هادي انتي اليوم الصغار عندي بزاف باينة بلي بدلت لي رايك باينة انت تحلم بزاف خويا بزاف المهم حنا جيت نسقسك على داك الفيديو تاع الفستان شتا ولا ما شتاش اي تاع الفستان واش شفت هذيك فادي شويه ما عجبنيش صحتار شكون الشخص اللي بوست هذا باينة مدام نبيلة هذيك نبيلة ما عجبتني كاع عطيك شخصها من عروب المهم هذه المرة غادي نبغيها وعندي مهمة غيري ملابسي كيفي المنزل كيفي لبنان سوفي تكملة القصة أكيد لأن القصة خلصت هون شوفوا فإذا بدكم القصة تانية بلهجة أخرى اكتبوا تحت بالكومنت وأكثر تعليق حيجي عليه لايكات حنعملوا بلهجة الفلانية بالفيديو اللي جاي إن شاء الله قولوا هل عجبتكم وهل استغربتوا أو لا إلى ملتقى بفيديو آخر باي باي